أنا أول مرة أعبر بغداد، أزور المناطق الجنوبية وأزور كربلاء، وشفت أنه كربلاء جنة الأرض. كربلاء تختلف عن جميع المحافظات، ونتمنى كل المحافظات أن تحذو ما حذو فيه محافظة كربلاء من أعمار ومن بنى تحتية وكل المشاريع. أصبحت كربلاء أصبحت عاصمة العراق الثقافية والفكرية. طبعاً كربلاء الإنسان أول ما يدخل بيها يعني يحس بالأجواء الروحانية اللي يتمس القلب وتدخل وترتبط بالإنسان، يعني فهي تعتبر يعني جنة الأرض. يعني أول زيارة لنا الكربلاء، مشاريع عملاقة موجودة، أعمار قوي، أجواء لطيفة. الحمد لله بعد سنة بعد سنة وعند زياراتنا زيارة بعد زيارة نلاحظ حركة عمرانية من خلال العتبات المقدسة، خصوصا العتبة العباسية في مجالات متعددة، الزراعة والصناعة، في مجال التعليم. مشاريع العتبة العباسية هي يعني تركت بصمة واضحة في قلوب الشعب العراقي وفي يعني كوائن القوميات المختلفة. يعني نلاحظ انه احنا مثلا في نينوى هناك مستشفيات هي ترفد وتمول من قبل العتبة العباسية المقدسة، ومشاريع واضحة في كل معالم العراق. يعني إذا جونا في بغداد، في كركوك، يعني ما كان هناك تمييز طائفة عن طائفة، وإنما الكل والجميع هي كانت في كفة واحدة بالنسبة للعتبة العباسية المقدسة والقائمين والعاملين فيها. رأينا كثير من المشاريع تطورت، جهود عراقية تمتلك الكفاءة والخبرة واختلفت عن باقي المحافظات. مشاريع الخدمية اللي صارت بالمحافظة وكذلك المشاريع الصناعية والزراعية، فرأينا مشاريع ما تمتلكها باقي الصناعات وخاصة الحكومية، فقدرت تتفوق الحمد لله والشكر وتوفيق من الله أنه تبث صناعتها بالأسواق المحلية. والله مشاريع العتبة يعني مشاريع هادفة، توعوية، خدمية، توفيرية عامل للمجتمع، ذات صناعة قوية، نظرة للمجتمع الشرقي والغربي أنه العراق بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله صار يتقدم ويتطور من مستوى إلى مستوى آخر. أول ما دخلنا إلى كربلاء المقدسة والعتبة العباسية إنه أول شيء كان شنو، إنه قالوا مختصرة إنه على الزيارات وخدمة الزائرين، لكن أول ما دخلنا وشفنا المشاريع والخدمات طبعاً للزراعة والتجارة هاي تفاجأنا بها إنه هي ما مختصرة فقط على خدمة الزائرين والزيارة. كربلاء بحد ذاتها هي كأعمار بالدرجة الأولى، وكخدمات بالدرجة الأولى، وكضيافة بالدرجة الأولى. هي مشاريع جدا كبيرة وراقية، وأكيد أشجع على هذا الشيء في جميع أنه يكون في جميع المحافظات، ولأن نفتقر إلى كثير من المصانع في العراق، وفرت فرص عمل وعقود كثيرة. مشاريع العتبة العباسية من أهم المشاريع اللي صارت وتلم طبعاً، وهذا الأهم تلم جميع الطوائف وجميع الأعمار من جميع المحافظات، ويعني مشاريع نوعية وليس كمية. مشاريع العتبة العباسية يعني مشاريع عملاقة وكانت ذا فائدة للمجتمع العراقي بجميعه، ليس لكربلاء فقط، من مشاريع صناعية وخدمية. وأصبح أغلب المحافظات من مشاريع العتبة العباسية. والله إحنا زرنا أحد برامج العتبة العباسية ومنها جامعة الكفيل، كانت متميزة والأجهزة
ما كنت متوقع أنه متواجد داخل العراق، ولكن من خلال جامعة العميد والعتبة العباسية لاحظنا أن هناك أجهزة كلش متطورة وحديثة، فهذا الشيء كلش يعني صرح عظيم للعراق. العباسية عندهم مشاريع زراعة، صناعة، تجارة، أي شيء أنت يجي ببالك تحتاجه، مو شرط أنك راح تحتاج التعيين أنك تكون نفسك بالتعيين فقط، عندهم مشاريع أكبر مما أنت شيء يجي ببالك، تقدر تكون نفسك، تطور نفسك أكثر. عندهم مستشفيات، عندهم مدارس، عندهم جامعات، أنت شنو تخصصك تلقاه بالعتبة العباسية. حقيقة هذه المشاريع لها الأهمية الكبيرة في استقطاب وزج الشباب في القطاع الخاص بعيداً عن القطاع العام، وكذلك خف الخناق عن القطاع العام. طبعاً لأن هذه الصناعات والمعامل اللي جاي ترعاها العتبة العباسية أو الحسينية وفرت هواي فرص للشباب العاطلين عن العمل والخريجين هم كذلك. والله احنا اللي نشوفه مشاريع عملاقه متعدده المشاريع. حضورنا في هذا الحفل شاهدنا جزء من عندها، كانت مثل ما متوقعينها ومثل ما نشوفها بالاعلام موجوده على واقع الارض. العتبه العباسيه وفرت كثير من فرص العمل للشباب العاطلين. طبعا كانت هذه خطوة مهمة للتقليل من نسبة البطالة. مشاريع العتبة العباسية مهمة كلش في العراق من حيث أنها توفر فرص عمل للشباب والخريجين العاطلين عن العمل. قد ما يعني قد ما احنا نحكي ما راح نغطي القدر الكافي. المشاريع جيده، مشاريع مثمره، مشاريع جاي نشوف نتيجه على الواقع. يعني ايش ما راح نحكي ما راح نقدر نوصفها. احلى ذكرى ببالي واني وثقت اللحظه بلحظتها والتصاوير، وراح اروح وانشرها، وانا حاليا كل لحظه وكل ما اطب مكان اصوره وانشره، وموجود هسه من المنشورات كلها موجوده منشورات بحسابي، وما خليت شيء ما نشرته، وان شاء الله لعوده بعد وبعد، واقرب زياره ان شاء الله لعوده. راح تبقى في ذاكرتنا وراح ننقلها الى المجتمع والى الاهل، ونتكلم عن الحفل المركزي المنظم من ارض الكربلاء يثمر العطاء، ومشروع فتيه الكفيل الوطني، مشروع جميل في استقطاب مكونات العراقي، مكونات الشعب العراقي جميعا ومن كل المحافظات. هاي اللحظات اكيد يعني راح تبقى ببالي، واتمنى يعني انه كل سنه هيك يسوونا زياره انه نجي نزور كربلاء المقدسه طبعا، وتكون هذه يعني، وبس انه لو وقت يعني ينطونا شويه اكثر انه حتى نزور المراقد يعني، وينطونا زيارات إلى المشاريع طبعاً اللي مسوينها.